عايز اروح مصر، اروح امريكا، بتدخل فين؟ هل ليه احنا لحد النهارده متاخرين في التاشيره؟ كنا اتكلمنا على سنه، بقى لنا عدينا سنه ونص دلوقتي او سنتين، ايه اللي مأخر تاشيره الكترونيه؟ هل اسباب امنيه، اسباب سياسيه؟ لا. ايه؟ التاشيره الالكترونيه جاهزه ويتم الان تجربتها على مستوى ضيق علشان خاطر لما تطلع تبقى تقدر ان احنا نتلافى كل الاخطاء اللي فيها، سواء كان أمنية أو تنظيمية أو غيره أو غيره وغيره، فبالتالي هي جاهزة ويتم تجربتها الآن. دي أول حاجة. تاني حاجة، إيه اللي إحنا أضفناه؟ أضفنا إن إحنا إن السائح الخليجي يقدر يجي بجميع مرافقيه، ومرافقيه دول يكون معاهم إقامة في دول الخليج لمدة أكتر من 6 أشهر وياخدوا تأشيرتهم في المطار. أي من مقيمي دول الخليج بصفة عامة يقدروا يجوا المطار القاهرة وياخدوا تأشيرتهم إذا كان عندهم إقامة في دول الخليج. فأنت فتحت لدول الخليج هذا المجال. بالتاكيد احنا عندنا زياده في السعر، بس حصل تعديل بعد الموقف من قطر. يعني احنا بنتكلم دلوقتي ما عدا قطر، يبقى كل دول الخليج ما عدا قطر اللي هي ليها اجراءات معينه بس كده. البلاد اللي لها اجراءات بنحتفظ بهذه الاجراءات. البلاد اللي ما لهاش اجراءات تالي تقدر تخش. فبالتالي احنا يعني السائح الخليجي حضرتك تقول له يعمل ايه؟ عايز يجي مصر ولا ايه اللي مطلوب منه؟ طياره ويجي. بس كده مفيش اي حاجه. واحنا عندنا زياده الحقيقه الحمد لله محترمه جدا في السياحه العربيه السنه دي. الزياده بصفه عامه دي بصراحه نتيجه الاجراءات اللي معموله ولا الوضع السياسي؟ اول حاجه بص حضرتك، السياحه تقوم على قوه الوضع السياسي، ولا احد ينكر على وجه الارض اهميه تقدم الوضع السياسي في مصر، بصوره ان مصر كلها الناس ابتدت بتحطها كنموذج لأهم القيادة السياسية موجودة في المنطقة كلها. هذه القيادة التي تولت وخدت على عاتقها محاربة الإرهاب، اللي خدت على عاتقها النهوض بالبلد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على جميع المجالات. فبالتالي ان كل ده بيساعد على دعم منظومة السياحة. انا عايز ارجع تاني لنقطة انت كنت كلمتها وهي المستثمرين. بالعكس انا لست فيه خلاف مع اي مستثمر، انا بحترم كل المستثمرين كل على حدة، وكل الناس دي ناس وطنيين مخلصين أدوا دورهم وعملوا نمو مهم جدا جدا جدا. لكن إن إحنا بنقول أن الـ 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 في أوقات الصعبة أو أوقات التحدي لابد ان الناس كلها تقف مع بعض. بتقف ازاي مع المستثمرين حضرتك واحنا بيجي يقول لك عايز ارض عشان ابني فنادق واحنا محتاجين فنادق هنا، فبتدي له المتر ب $200 ولا $150؟ بص هو فين في العالم اللي عايز يشتغل سياحه يدي اسعار كده؟ ولا احنا مين اللي بيحدد اسعار الارض السياحيه؟ بص حضرتك، الاسعار ال $200 دي مش موجوده، انما بغض النظر ما هو انت لازم تشوف ده سوق وده عرض وطلب. فبالتالي تحديد اسعار الاراضي يا اما بيبقى عن طريق هيئه الخدمات الحكوميه، هيئه استخدام اراضي الدوله، هيئه الاستثمار، كل هذه كل جهه لها جزء في قصه التسعير. لكن احنا بنقول احنا مش ضد ان احنا ندي اراضي وان احنا نعمل، لابد ان يكون هناك مجتمع كامل للتطوير، خطه كامله للنمو، واخد بال حضرتك؟ يعني مش حاجة واحدة. وبالعكس انا شايف ان الساحل الشمالي فرصه في السنين الجاية عظيمة جدا جدا جدا. وارجع اقول تاني ان مدينة العالمين الجديدة هتبقى اهم نقط ارتكاز لزيادة الحركة السياحية. هنستفيد منها ازاي او هنعمل ايه فيها بالنسبة لقطاع السياحة بعيد عن مساكن الناس؟ احنا هنعمل ايه فنادق؟ هنعمل ايه في خط حوالي 7 كيلو الفنادق، وده هيبقى متميز جدا 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 وهيعمل نهضة مهمة جدا جدا لابد ان احنا نبقى يعني نتكلم عليها. ما ننساش ان احنا من 10 سنين والاتفاق كان على ان احنا يبقى عندنا 3000 غرفة فندقية في هذا الموقع. هنتكلم عليها قدام الحاجات اللي مصارة بشكل دائم طبعا، ما الناس كلها بتصير كل حاجة. لكن طبعا احنا دلوقتي ببتدي اسال الشركه اللي هي مسؤوله عن التطوير، بقول لهم فين ال 3000 غرفه؟ هتعملوهم امتى؟ هتعملوهم فين؟ هتعملوهم ازاي؟ علشان خاطر الناس تعرف ان احنا دلوقتي ابتدينا نتحرك. احنا كل ما احنا يعني حد مش سايب ملف اعمار لا طبعا ولا مارس ولا واللي يقول لك كده. بس هو انا مش لازم اطلع في الجرايد اقول انا كل يوم الصبح يعني بعمل كده برضو. لا لابد ان احافظ. اتقال انا عارف الحفاظ والعلاقات وكله، ولكن بنتكلم على انه لما اخذوا الارض ودخل معاهم شركات منافسه قال لك احنا هنعمل 3000 غرفه خلال مده معينه. لحد النهارده ما اتبناش ولا فندق
هم خدوا هذا الفندق وخلاص، وبالتالي قال لك خدوا فلوس المصريين ملايين للفلل 6 7 12 و 18 و 20 مليون للفيلا، خدوا مليارات من المصريين وده اللي استفادوا بيه واحنا ما استفدناش. كلامك صح، وانا دلوقتي حاليا زي ما النهارده عندنا اجتماع تاني بالليل عشان نشوف ايه الخطه بتاعتهم عشان خاطر يطوروا الغرف الفندقيه اللي ايه اللي هم المفروض يطوروها. صدقني انا مش سايب ملف ما بتحركش فيه، وانما تاني بقول مره تانيه مش لازم ان احنا نجرح عشان نختلف، احنا ممكن نختلف بابتسامه وبتحضر، لكن من غير ما ان احنا نجرح في الاخرين. القصه مش قصه ان اللي يزعق اكتر ويحسه يبقى اعلى اكتر يبقى هو اللي، لا، القصه اللي يقدر ينجح في حل كل الايه الخيوط ديت كلها عشان يوصل لما هو عليه. اكرر، انا بحترم المستثمرين، بحترم الصحافه.